نحتاج لثلاثة كوب من الطحين، أربعة كوب سميد، كوب حليب بودرة، كوب زيت زيتون، كوب سمنة، ملعقة خميرة، نص كيلو إسحة، كوب صغير سمسم، كوب صغير ينسون، شومر مطحون. أما القطر بنحتاج لأربع أكواب من السكر، كوبين من الماء ومعلقتين ليمون. هلأ بدي أعير. أنا طبعاً رح أعملهم يعني نص المقدار طبعاً. اللي أنا كاتبه عشان بس يشوفوا كيف. يعني هون بدي أحط كاستين سميد، إذن كاستين سميد، كيف وضع الصوص؟ قربت تخلص؟ السمنة بس شوي. طيب سيها. خليها هلا بس خليك اياها بس شوي. اوكي هلا السمنة ايش اللي مستخدمتيها؟ سمنة ايش؟ سمنة بصير نباتي لو بدهم مثلا يغيروا ولا لا؟ بصير، بس هي هيك أزكى، هي هيك أزكى. اه لاني ما بصير احكي اسم لا اكيد، لا مش قصدي النوع، انا قصدي ايوه اذا حيوانيه او نباتيه او ايوه. هي حطيت اثنين سميد وهي واحد طحين. هلا هي بدي احكي ديما انه عشان احنا الوقت ولا لازم الازحه تتحمص وبعدين تنطحن على محضرة الطعام. يعني انت بتحمصيها قد بس دقيقتين ثلاثة لا تاخذ النكهة، انت لما تشمي ريحتها طلعت خلص يعني بتبين معك. اوكي تمام. وبتطحنيها، هي اللي معطيتها اللون. وهي سمسم محمص كمان. اوكي قد ايه تقريبا السمسم؟ يعني برضو. هو شوفي كل ما كترتي كل ما كان أزكى، بس صح. انا كاتب انه مثلا للمقدار اللي انا كاتبه فنجان ما عدا الازحه ثلاث كاسات. تمام. وهي ينسون مطحون محمص ومطحون برضه. وهي شومر كمان محمص ومطحون. يا سلام. بتحمصيه كله بالبيت وبتطحنيه ولا بتجيبي مطحون؟ لا كله انا بحمصه وبطحنه. أزكى. عشان وهي عندي معلقه كبيره خميره. وعندي هون كثير زاكي. هلا هاي رمضان قرب ومفيدة يعني، وتغيير كمان عن الحلويات، الاولاد بياكلوا منها على انها حلو، بس شوفي هي شو مفيدة لهم. طبعا وهون بدي تعرفي حتى على السحور هاي بتعطي طاقة لانها كثير. وهون بدي احط سكر كمان، وكمان بحط حب ازحة برضه، حاطة حب غير المطحون. غير المطحون. هاي هلا بخلصهم كلهم. رائعة يا سيما. هلا بدي ابسهم، وطبعا هلا بدنا زيت الزيتون اكيد. هون بدي احط لها كمان هاي سمنه. هون بدي احط حليب كمان. ديما حاضر حبيبتي. هلا هي بس هلا بدي ايش اعجنها بمي فاتره. اوكي مي فاتره عشان كمان الخميره. ايوه تقريبا قد ايه بتاخذ كوب؟ ما هو كل واحد حسب. ايش حسب السميد يعني. هلا اذا بدنا نقول مثلا على نفس الكميه اللي عملتيها انت على الصينيه الكبيره قد ايه تقريبا اخذت مي؟ كوب تقريبا ولا شوي اكثر؟ هاي يعني نص كوب. نص كوب. اذا بنضلنا نعجن فيها لتتماسك معنا الخلطه. لا لغايه ما تتماسك الطحين والسميد يشربها. يعني ممكن هلا اولها يحكوا لك طلعي صارت رخوه، لا هلا بترجع بتشد. هي هون ديما بلشت اقطع فيها. ايوه كملي. تمام. والله شكلها بشهي يا سيما. عجبتك؟ عيونك الحلوه. يعني. طبعا بزينوها كيفهم، بلوز بسنوبر كاشو، اي شيء موجود عند ست البيت، اي نوع مكسرات. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل شيء جديد.